عدد كبير من الشباب المغاربه بعد التاثير عليهم من الاله الدعائيه يعني لا ماشين بروبوغانديز ديال داعش تحقوا بالساحه السوريه العراقيه من اجل شاركوا منهم اللي انخرط في داعش منهم اللي مشى لجبهه النصره منهم اللي مشى حركه الشام وصل واحد العدد كبير اللي ما يفوت 1660 مقاتل بالنسبه للنساء تقريبا التحقت شي 291 امراه كانوا الاطفال دابا اللي كاينين الاطفال اللي كاينين دابا كاين 630 طفل ولكن منهم اللي زاد تما بالمنطقه السوريه العراقيه من اب غير مغربي وهذه اشكاليه اللي كطرح مساله الجنسيه ومساله ديال العوده. هذا الملف هذا من الناحيه القانونيه على ان القانون المشرع المغربي نص قانون اللي هو 86/14 في 20/5/2015 واللي جاء كتتمه وكتعديل الماده القانون الارهابي هو 03/03 ديال 28/5/2003 اللي كتعرفوه ولكن لما لاحظ على ان هذه العوده كتشكل خطر ديال المقاتلين واصبح على انه كل اصبح القانون هذا كيعاقب الالتحاق ومحاوله الالتحاق ببؤر التوتر سواء بشكل يعني بشكل جماعي او بشكل منفرد بشكل منظم او غير منظم وكتوصل العقوبات فيه من 5 سنوات حتى ل 10 ديال السنوات بالتنسيق مع النيابه العامه. احنا من الناحيه القانونيه ومكتب مركزي الابحاث القضائيه كمصلحه لانفاذ القانون وكيتم التوجيه ديال المدير العام للمراقبه التراب الوطني من اللي كيجي كيكون تنسيق امني في اطار التعاون كتكون لي مذكره بحث او كيكون كتكون مسطره ديال التسليم او كيكون امر قضائي امر دولي بالقاء القبض او كيكون على انه مذكور في احد المساطر المرجعيه هنا المكتب المركزي للابحاث القضائيه دائما كيتم اشعار النيابه العامه عاد عوده الشخص كيتم تقديمه للعداله من الناس اللي هما تقريبا اللي رجعوا كاين 274 شخص اللي رجعوا هنا للمملكه المغربيه عالج من المكتب المركزي للابحاث القضائيه 141 حاله 141 اللي تم تقديم لهم العداله يحالون على العداله هاد الاشخاص بخصوص الباقي ما بين فيش بخصوص الباقي كاين الفرقه الوطنيه والشرطه القضائيه بخصوص المشكله ديال العوده كتعرفي على ان التحدي الامني الكبير دابا حاليا هو اللي كيشكلوا العوده ديال المقاتلين وحتى الارهاب الالكتروني اللي يسمى الارهاب الالكتروني العوده ديال هاد الاشخاص هادو راها كتم يعني اللي باقيين بلوكي يعني تدابير باقيين بلوكي في المنطقه ديال سوريا العراقيه منهم كاينه 387 طفل وكاينه 136 امراه وكاين 251 مقاتل هادو هنايا راه كانت يعني كاينه واحد اللجنه برلمانيه نظرت هذه المساله هذه وكاين تتبع من الناحيه الامنيه تنطلق انا من الناحيه الامنيه اما من الناحيه ديال تدبير الملف فهو من اختصاص جهات يعني رسميه اللي خاصه بالسميتو وكاين المواكبه خاص العوده ديالهم تكون المواكبه النفسيه تكون هذه وكاين اشكاليات ديال التسجيل ديالهم لانهم خاص الاشخاص اللي تولدوا الاطفال اللي تولدوا ليه وكيحملوا الفكر المتطرف وكيشكلوا خطر خاص تكون المواكبه هنا خاص يكون عنده سجل خاص يكون يسجل خاصو يعني هنا هذا ملف كتنظر فيه الدوائر الاخرى هو راه العوده ديال هاد الارهابيين ولا المقاتلين في بؤر التوتر راه ماشي هي بالسهوله اللي يمكن يتخيلها المرء او يفترضها راه هاد الناس هادو هاد المقاتلين في بؤر التوتر راه منهم اللي شارك في عمليات قتاليه كاين اللي شارك في عمليات مندوره للموت كاين اللي كان كي عنده مناصب قياديه في التنظيمات الارهابيه كاين اللي كان امير ديال شي شعبه كاين اللي كان عضو في هيئات الحل والعقد كاين اللي كان قاضي شرعي كاين اللي كان في كتائب ديال خصكم تعرفوا بانه لقينا من الابحاث ديالنا لقينا كاين مغاربه اللي كانوا اعضاء في كتيبه ديال الغواصين وفي تنظيم داعش ما كانش اش غيديروا بالغواصين لهذا جات العمليه ديال طمارس واللي لقينا عليها القبض ولقينا فيها انهم كانوا كيقوموا باغيين يديروا عمليات ارهابيه تحت الماء كانوا باغيين يستهدفوا واحد الاهداف اللي كتعلق بالملاحه البحريه هذا لو رابروشمون هذا ما يمكنش يتصوروا الانسان لهذا راه ما يمكنش نتصوروا بان هذه العوده ديال هاد الناس هادو راه سهله بالنسبه لهاد ما يصطلح عليه باشبال الخلافه هاد القاصرين اللي تولدوا خارج المغرب هاد الناس هادو كاين واش معروفين الاباء ديالهم من جنسيه مغربيه او لا ما عندنا حتى شي معطيات عليهم اي ان هاد المساله راه ماشي بالسهوله المفترضه فعلا هناك جهات هي اللي مختصه حنا كنقتصروا على الجانب الامني ولكن اللي بغيت ناكد عليه راه ماشي العوده ديال هاد المقاتلين وراه ما عمرك تنتظر بان هاد العوده ديال المقاتلين غيجيو غير في اطار طوعي راه كاين اللي كيبغي يتسلل بهويات
مزيفه، كاين اللي كيجيب دي فو فري باسبور. وكانت عندنا حاله هنا في المغرب، لقينا القبض على شخص جايب جواز سفر فري ولكن راه فو بهويه مغلوطه. اذا اليقظه الامنيه راه هي اللي يمكن تغلبنا، وهي اللي يمكن تمكننا من تحييد هذه المخاطر المرتبطه بهذه المسائل ديال العوده المفتوحة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.